الحارس علي الحبسي. ناصر تقدم حطها بالفوق. ناصر الجمراني يقدر يتقدم او يعود او يقلص الفارق لصالح المنتخب السعودي الان عن طريق اللاعب ناصر الجمراني. الهدف الاول للمنتخب السعودي، وجمهور المنتخب السعودي حاضر واضح امامك سعيد تماما بهدف تقليص الفارق من جانب اللاعب ناصر الشمراني. وضعها صح ناصر الشمراني، وضع الكرة بطريقة جميلة جدا، وبالتالي هدف في الزاوية اليمنى او